ويبدو أن نادي الزمالك هيفوز بالكأس، متقدم حتى الآن 3-0 على بيراميدز. بيراميدز يبدو أنه كان فريق قوي السنة اللي فاتت، تقريبا حصل الروح شوية عندهم، لأنه الزمالك واضع عامل ماتش كويس. احنا طبعا على الهوا، ولكن بحاول أتابع مع الزملاء اللي عمالين طبعا يهتفوا، زملاء الزملكاويه اللي موجودين، بنقول لهم مبروك لحد ما ينتهي الماتش. واضح 3-0، خلاص الماتش هيخلص بعد دقائق قليلة، بنقول لهم مبروك. عايز أقول لحضراتكم عندنا هنا عدد كبير جدا من جمهور نادي الزمالك، هنا زملاء الأفاضل يعني ما شاء الله عليهم. لو كنتوا تسمعوا الهتافات من شوية في الاستوديو، حاجة ما شاء الله. مبروك نادي الزمالك، جمهوره، مجلس ادارته، الفوز بكاس مصر. صعب جدا بيراميدز يعني تتعادل مع الزمالك في الدقائق الاخيره من هذه المباراه، كان الزمالك في حاجه الى هذه البطوله، بطوله كاس مصر، والا كان هيبقى عندهم مشاكل ضخمه. فالنهارده الفوز بهذه البطوله، وعايز اقول لكم نادي الزمالك وجمهور النهارده مش هيناموا ولهم الحق. الف مبروك. هاني الزمالك؟ طبعا هني الزمالك، رغم ان روح رياضية اهلاوي جدا. روح رياضية. طبعا طبعا دكتور. طبعا هي فعلا حاجه كويسه ان الزمالك يكسب. يعني حضرتك بتقولها من قلبك؟ والله بقولها من قلبي، لان عاشق للاهلي، وهم برضو عندهم روح الاهلي برضو.